من الأعمال اليسيرة التي أجورها عظيمة استعمال السواك التسوك. السواك يا عباد الله، هذا السواك فيه فضل عظيم جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفارقه السواك، دائما معه السواك، حتى بعض الصحابة كان يضع السواك عند أذنه، بعض الناس هداهم الله يضعون السجارة عند الأذن، لا، ضع السواك عند الأذن. ماذا قال صلى الله عليه وسلم في فضل السواك؟ قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. لما تسوك أكتطهر فمك من الجراثيم، من الميكروبات، وأعظم من هذا مرضاة للرب. إذا تسوكت الله سبحانه وتعالى يرضى عنك. يا عباد الله، من منا لا يرضى عنه؟ من منا لا يرضى أن يرضى الله عنه؟ رضا الله هو مطمح كل مؤمن، كل واحد في الدنيا راه يحب أن يرضى الله عنه. تسوك، استعمل السواك. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يحث الأمة على استعمال السواك بعد كل وضوء، عند كل صلاة، وإذا دخل بيته أول ما يبدأ بالسواك، وإذا استيقظ من النوم يبدأ بالسواك. فاحرصوا عباد الله على التسوك، فإنها سنة عظيمة.